إذن القوانين، والمشرع المصري من جملة هذه القوانين اعتد بسلطان الإرادة وأتاح لها ما تشاء. فسلطان الإرادة إذن شيء واقع، فهي معتبرة في التشريع المصري وهي معتبرة في كل التشريعات. سلطان الإرادة ماذا صنعت التشريعات لها؟ وضعت لها ثلاثة مبادئ، وهذه المبادئ على النحو التالي: مبدأ الحرية التعاقدية، وهو من أهم المبادئ عندنا الآن. حرية تعاقدية يعني تعاقد في كل شيء. هذه الحرية تحتاج إلى طلاقة لغوية، تحتاج إلى وفرة وموفور لغوي وسياقي وتركيبي ولفظي وبنيان لغوي هائل حتى يلبي يعني طلاقة هذه الإدارة. هذا دورنا وهذا هو دور لغة القانون، وللأسف لم نجد من يعنى بهذا، ومن ثم كان هذا محل عناية ورعاية اتحاد لغة القانون الذي شرفت بتأسيسه. فمبدأ حرية التعاقد هذا من المبادئ المهمة جدا، يعني طلاقة وحرية مطلقة في التعاقد للإرادة. أي إرادة، وليست منفردة بالطبع، إرادة تلتقي معها إرادة أخرى، إرادة موجبة وإرادة قابلة. إرادة موجبة أي الطرف الأول هذا الموجب، أي الذي يوجب هذا الشيء، ثم الطرف الآخر بإرادته الحرة وبسلطان إرادته هو طرف قابل، قبل هذا الشيء. هاتان الإرادتان إذا التقيتا أحدثا الأثر القانوني. وهنا اللغة لا تعد في الأساس شرطاً لإنفاذ هذه الإرادة ولتحقيق هذا الأثر القانوني ولإنشاء هذا الالتزام الواقعي الوليد. هذا في الأصل والأساس، يكفي التقاء الإرادات ويكفي التوافق ما بينها على إحداث هذا الأثر. غير أن المشرع فرض الشكل اللغوي، فرض أن تفرغ هذه الإرادة في قوالب شكلية تعبر عنها اللغة، أي الصياغات اللغوية لمراد هذه الإرادة في التعاقدات أيا كان هذا التعاقد، وذلك في بعض الأحوال حماية للأطراف، حماية للنظام الاجتماعي، حماية للنظام الاقتصادي، حماية للنظام السياسي. هذا بالإضافة إلى بعض القيود الأخرى، فمثلا في مبدأ الحرية التعاقدية هناك القيد، قيد النظام العام والأداب، لا يجوز لإرادتين بحسب نظام وسياق البلد أو الوطن أو المكان الذي فيه الأفراد أن تبرم اتفاقات تتلاقى هذه الإرادات على إحداث أثر يخرج عن النظام العام، تلك القواعد والمبادئ والأعراف وحزمة النظم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لهذا البلد، أو الآداب وهي القيم الأخلاقية المستمدة من الدين ومن العرف ومن غير ذلك، فهذه قيود على سلطان الإرادة. كذلك هناك قيد الإذعان، عقود إذعانية شركات كبرى مثل شركات الطيران، شركات الاتصالات، يعني أنت فيها تستجيب إما أردت وإما لا تريد، هذا يسمى عقد إذعان، ليس لك فيه شيء ولا لإرادتك عليه سلطان ولا تتوافق مع الآخرين، إن شئت قبلت وإن لم تشأ لم تقبل. ثم عندنا قيد العقود الجماعية، تلك العقود مثل عقود العمل وهي عقود فيها إلزامات، فيها إذعان، يعني من باب الإذعان في بعض الأمور، حماية للعامل الضعيف من بطش الشركات الكبرى. وللأسف الأسيف يعني هذه العقود أيضا يعني تم التلاعب في بعضها، فما أصبحت تحمي عاملا ولا عمالا إلا يعني قليلا. وعليه نستطيع أن نقول سلطان الإرادة في مبدأ الحرية التعاقدية يقضي ويقتضي أن يكون هناك حرية لغوية وطلاقة لغوية واستجابة ومرونة لغوية هائلة لكي تتماشى وتتساوق وتتساير مع حرية التعاقد وحرية الإرادة في التعاقد، أو ما ندعوه بالحرية التعاقدية. أيضا المبدأ الثاني الذي وظفته ووفرته التشريعات لسلطان الإرادة اعتدادا بها واحتراما لها وتقديما لها، مبدأ الرضائية. أهم شيء أنا راضي، أنا راضي وده راضي، مش عارف انت عايز ايه، قاضي ولا كما ايه يقولون في ذلك. مبدأ الرضائية يعني أيضا طلاقة الإرادة، سلطان الإرادة بحق في التعبير عما تشاء على ما يتراضى عليه الأطراف. ولهذا أصل في القرآن في قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، يعني هناك أداب ونظم عامة، فرائض عامة يجب ألا تخالف، فما تراضيتم به فلا بأس ولا بؤس ولا شعسة ولا غبرة ولا جناح عليكم ولا إثم ولا تأثيم ولا تجريم ولا شيء. فهذا هو مبدأ الرضائية.
ومبدأ الرضائية على طلاقته وعلى انفتاحه وعلى إطلاقه أيضاً قيد بقيد في صالح لغة القانون، ألا وهو قيد الشكلية. فكثير من التشريعات قد أوجبت أن تفرغ هذه الرضائية المنفتحة المفتوحة في شكل، وغالباً هو شكل لغوي، إما أن يكون هذا الشكل ورقة رسمية، وثيقة رسمية يعتد بها كما في عقود الرهن مثلاً، أو وثيقة عادية عرفية للاتفاقات التي لم يلزم المشرع فيها أن تصاغ في ورقة رسمية مثل معظم العقود والتعاقدات فيما بين الناس. ثم يأتي المبدأ الثالث الذي وضعه المشرع حماية لهذه الحرية لسلطان الإرادة، الست إرادة، هذه السلطانة الملكة المتوجة، ألا وهو مبدأ القوة الملزمة للعقد. القوة الملزمة للعقد طبعا له قوة ملزمة، ولكن هنا استثناءات فيما بين أطرافه، فيما بين المعنيين به لا يشمل غيرهم إلا في بعض الأحوال كما في عقد التأمين. فمن يأخذ مبلغ التأمين المؤمن عليه وهو ليس غالباً طرفاً في العقد، إلى غير ذلك من التفصيلات. وخلاصة ما سبق في تلك المقدمة التأسيسية في اللغة التعاقدية أو في اللغة القانونية التعاقدية، أن اللغة التعاقدية هي تلك المفردات والأساليب والتراكيب والأبنية التي مضمونها قانوني تعاقدي. مضمون قانوني هذا عام، تعاقدي يعني يعبر عن سلطان الإرادة، يعبر عن أطراف العقد أيا كانت هذه الأطراف، إما أطراف معنوية أو أطراف طبيعية، وأيا كان تعددها، إما بين طرفين أو بين أو حتى طرف واحد. معروف أن هناك مبدأ الإرادة المفردة، مبدأ الإرادة المفردة يعني المفرد في بعض التصرفات التعاقدية أيضا، وفيها تختار الإرادة الحرة المفردة بنفسها باختيارها أن تنشئ التزاماً عليها، وهذا الالتزام أيضاً إما أن يكون حر بالتراضي، وإما أن يشترط له المشرع شكلاً معيناً، أي لغة في ورقة عرفية أو في ورقة رسمية. وهكذا هي اللغة القانونية التعاقدية، لغة عامة، لغة عربية فصيحة صريحة بكافة جنباتها وفروعها وعلومها وقواعدها وتراثها، ثم تأتي بعد ذلك اللغة القانونية، أي نفس اللغة السابقة بتراكيبها ومفرداتها وسياقاتها، ولكن تكون ذات مضمون قانوني، قيدت بالقانون، أحيطت بقيد القانون، هذا القيد الوصفي. اللغة القانونية صفة وموصوف، اللغة مبتدأ أو خبر طبعا لمحذوف، ثم القانونية وصف نعت لهذه اللغة، نعت مرفوع أيضا يأخذ إعرابه، يتبع في الإعراب الاسم الأول نعت وتوكيد وفصل وبدل، هذه الأربعة تتبع في إعرابها الأسماء الأولى كما ذكر ابن مالك في ألفياته. ثم هذه اللغة العربية القانونية تخصص باللغة العربية القانونية التعاقدية، أي التي للإرادة فيها سلطان لإنشاء تعاقد أو إنشاء وقائع لها أثر قانوني، فلينتبه إلى ذلك. كانت هذه هي المقدمة التأسيسية في مهارات اللغة التعاقدية أو في اللغة القانونية التعاقدية أو في اللغة التعاقدية مباشرة. حرصنا فيها على أن نكشف بعض الأمور وعلى أن نهيئ العقول ونهيئ النفوس لما سندخل عليه بإذن الله من شروط وأنساق لغوية ومن نماذج لغوية تعاقدية تمكننا وتجعلنا نمتلك هذه القدرة، القدرة على الصياغة التعاقدية وعلى قراءة العقود وعلى نقد العقود وعلى تجنب الأخطاء الفاحشات الشائعات في صياغة العقود بما يكون مردوده سلبا على العاقد والمتعاقد وعلى الأطراف أجمع، بل على العقد ثم على السيد القانون الذي أخطأ والذي لم يمهر نفسه جيدا في صياغة هذا العقد. هذا وتفضلوا بقبول فائق تحياتي ومحباتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبكم دكتور محمد عبد الكريم الحسيني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.